يونس صالحة أسادة متقاعدة من مدينة وهران أبت إلا أن تلبي نداء الوطن يوم 12 ديسمبر. نتمنى غير الخير، يعمل كما قال لك يبدأ درجة بدرجة. سي با فاسيل، ماشي سهلة في هذا الوقت هذا، مي بربي إن شاء الله يسغى بيان انتوغي إيفا شوازيغ لي زوم لي يبغيو الجزائر ويبغيو هذا الشعب. فرغم مرض والدتها إلا أن هذه الأخيرة أوصتها بالذهاب للاختراع. 12 2019 je suis venue voir ma mère qui était un peu souffrante. Voilà. Alors maintenant elle va être guérie par son peuple, par ses enfants, par tout le monde. مكره غير في العدو. Et vive l'Algérie, تحيا الجزائر، تحيا احنا نموت والجزائر مازالت حيه pour d'autres générations. وعلى غرار باقي النساء الجزائريات، أدت صالحة واجبها الانتخابي آملة أن يكون الرئيس القادم للبلاد في مستوى تطلعات الجزائريين.